وكنت عايزة أتكلم معاكم يعني عن اهتمامات الصحافة بيا بصراحة. يعني مثلا أبقى بحضر مهرجان وعندي فيلم وممكن كمان أبقى باخد جايزة، تلاقي بقى كل الناس سابت كل حاجة ويقول لك شاهد قبل الحذف ناهد السباعي، شاهد تاتو ناهد السباعي، شاهد ناهد السباعي، يلا مش مشكلة، لحد ما بقت الناس بتناديني في الشارع شاهد السباعي، أهلا وسهلا مدام شاهد، أهلا وسهلا. طب يا جماعة فين المهرجان؟ الفستان؟ طب الجايزة؟ طب أنا شخصيا مفيش. لقيت بعد كده على الانستجرام، طبعا الانستجرام ابقى رايحه اسوان، كلنا عارفين ان اسوان حر جدا، ابقى رايحه اسوان ومتصوره ولابسه فستان، يقول لك ايه ده ايه ده ايه ده، انت ازاي عامله تاتو واحنا في البرد ده؟ طب ايه علاقه التاتو حضرتك بالبرد؟ يعني التاتو مال ومال البرد؟